السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم بخصوص حمام الكلب. الناس في الشتاء بتشتكي ان هي مش عارفة تحمي كلبها، تطلع له ريحة يا كابتن، ريحة العرق، مكان البراز اللي في الأوضة اللي هو قاعد فيها مش عارف اعالجه ازاي، خايف الكلب يخش له اي حشرات طبعا من الروائح الكريهة اللي هي فيه. طبعا انت ما عندكش الفكرة او الاسلوب الصحيح ان انت تستخدمه مع كلبك في الشتاء. طبعا احنا ما ينفعش كمدربين او مربيين كلب في البيت نحمي كلب في الشتاء، منعا ان هو يخش عليه دور برد، دور الاسهال، دور البرفور، ربنا يغنينا ويحفظنا اجمعين منه. طبعا احنا بنعمل ايه بقى عشان نعالج الكلب من الروائح دي ويفضل مظبوط عندي في بيتي ويفضل قاعد في وسط اطفالي وفي وسط بيتي من غير ما يضرني بريحته الكريهه وريحه العرق بتاعته. هنستخدم حاجات سهله وبسيطه قدام حضراتكم وبرضه هنعرفكم عليها. طبعا ده اوستر، كلب 7 شهور، جيرمان شيبرد، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه، بتاع عميل عندنا، عميل محترم جدا، مش هنقول برضه على اسمه، بس بامر الله هتشوفوه في استلام اوسكار وهيتكلم معاكم وهيظهر بس لما ربنا يكرمنا ونبتدي شغل مع الكلب. هنخلينا دلوقتي في موضوع الحمام. ده زيت، ده خل تفاح. الخل التفاح ده فايدته ايه؟ بيمنع ريحة العرق اللي بتصدر من الكلب، من جسم الكلب من جوه، بيشفط ريحة العرق اللي هتضرك في الشقة. تاني فايدة ليه؟ بيمنع أي حشرة طايرة أو ماشية على الأرض، برغوت، نملة، أقراض، أي حاجة تخش جسم الكلب من الريحة بتاعت زيت التفاح، بتاعت خل التفاح. هل هو له أضرار عليا في بيتي؟ يعني ليه له ريحة هتضرني أنا؟ ما أحبش إن أنا أشمها؟ لا طبعًا أهو. كله تمام، ريحته تفاح. طبعًا إحنا مستخدمين ده إمبارح، فمش هينفع نستخدمه مع أوسكار تاني. ده فوم. أنا مش قادر أحمي كلبي. إيه هو الفوم ده؟ ده فوم أهو. ده فوم له ريحة نظيفة زي ما حضراتكم شايفين. تمام؟ الفوم ده بعمل بيه إيه؟ ده بيهنيني عن إن أنا أحمي كلبي، باجي على الكلب بديله فوم زي ما انتم شايفين كده، بحط بقى زي ما انا عايز، وبعد ما اخلص الفوم واحط اللي انا عايزه ببتدي ادعك الكلب كده، امشي الفوم فيه. ايه فايده الفوم؟ الفوم بيلمع شعر الكلب، بيساعدك في انك تقدر تسرح لكلبك بطريقه سهله وبسيطه جدا من غير ما تاذي الكلب بالمشط اللي انت ماسكه، او لو في شعرايه مكلكعه بتمشي معاك بسهوله. بالنسبة لشعر كلبي عايزه يلمع، الزيت ده زيت شعر. انت حضرتك عايز تستخدم اي زيت مفيش مانع، لو في زيت حضرتك عارفه بتستخدمه كويس بيلمع الشعر وبتقدر ان انت شعر حضرتك او اي شعر بيتفاعل مع الزيت ده، تمام، بتيجي بالزيت ده، بتفتح العلبة قبل ما اسرح للكلب الزيت ده بعد الفوم، باخد سقطة زي دي كده على ايدي، اوكي، وادعك ايدي كويس جدا واجي على شعر الكلب. لا بقى في الكلب ريحه، ولا بقى في الكلب حاجه انا مش حاببها، ولا الكلام اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده خالص، وتقدر تحافظ على كلبك زي ما انت شايف كده من اضرار اللي بتصدر للكلب من الفيروسات اللي بتبقى في الشتاء، وان انا مش عارف احمي كلبي، وان انا مش عارف اخرج بيه، والكلام ده كله قدام حضراتكم اهو. طبعا اوسكار بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، ربنا يبارك لاصحابه فيه، تمام اهو، بلمع كلبي بالطريقه اللي انا عايزها، هادي جدا، كلب مش متعصب، مش متضايق، ايزي جدا. معايا المشط بتاعي، اوكي، هنضفه، هنضفنا المشط كويس، نضفنا المشط كويس من الشعر. خد مشط الكلب، مشط الكلب انت خد ماشي يعني. لا خلينا في دي بعد اذنك، بعد اذنك عشان ده براحتك زي ما انت ما تقلقش، ما انتش في الفيديو، وابتدي اسرح للكلب بمشط زي ده اللي قدام حضراتكم. انا استعملته دلوقتي ليه؟ عشان بسرح للكلب في الاول بيه، عشان لو في شعرايه مكلكعه ابقى وصلت ان هنا مثلا في المكان ده في حته مكلكعه. معايا المشط التاني بتاع الكلب اهو قدام حضراتكم، المشط الحديد ده بقى لازمته ايه؟ ده اللي بيشد الشعرايه، بس بستخدمه بطريقه صحيحه عشان ده ممكن يأذي جلد الكلب.
لازم وانت بتستخدم المشط الحديد ده تبقى عارف انت بتمشي ايدك على الكلب باحساسك ازاي. فاحنا هنمشي المشط ده عليه واحده واحده، نسرح له بس تسريحه بسيطه بالمشط ده. وبوي اوسكار، بهدي كلبي دايما، بهدي كلبي دايما زي ما انتم شايفين كده، ما بقلقوش من الحاجه اللي انا بعملها. تمام، سرحت له السراويل اهوت، بسم الله ما شاء الله عليه. هنيجي بقى للضغط واحده واحده خالص. اوه باي، واحده واحده خالص مع الكلب. بتقول تقف بقى، تعالى تعالى عادي، تعالى اقول لك يا ابني وارد المشط التاني زي ما انتم شايفين كده، هنضفه برضه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. ها اهدى اهدى اهدى، اوه بوي، واحدة واحدة شايفين، واحدة واحدة عشان الكلب ما يتكلمش. هو طبعا المشط بيشد شعر الكلب، فهو لازم يقلق، فانت تحاول تطمن كلبك ان انت ما بتأذيهوش. اوكي، احنا قلنا تعاملنا مع الكلب كمربيين او مدربين ان احنا اصحاب، مش قادر تصاحبه قلنا بلاش منه، يعني الكلام ده كله واصل. فعادي الكلب طلع لعب معاك في لقطه زي دي ظريفه جميله. اوكي، ما مالكش ان انت تهينه، تحافظ على كلبك، كل حاجة بتعملها مع كلبك انت اللي هتحاسب عليها، لان انت اللي بتمشي الكلب بالسيستم او الكنترول اللي سعادتك شايفه. كده قلنا الحمام بتاع الكلب قدام حضراتكم زي ما انت شفت اهوت، الحمد لله خلصنا. ترجع تلم حاجتك بكل سهولة وبكل بساطة. فين الغطا؟ ماشي مش مشكلة، خد الغطا. تمام، وعين النشاط بتاعتي في المكان النظيف دايما بتغسل له حاجته طبعا الطبيعيه. تعالى بقى بعد ما تعمل الحمام اللي انت شفته مع الكلب دلوقتي، اخرج بكلبك بره وخلي حد من اصحابك يشوف الكلب. بامر الله بامر الله، هيقول لك انا عايز اتصور مع الكلب، وفي نفس الوقت مش هتقدر ريحه الكلب عامله كده ايه اوسكار. مش هقول لك ايه ده ريحه الكلب مالها كده، ايه القرف ده يا عم، الكلام اللي طبعا كلكم حضراتكم عارفينه. فانا هقدر احافظ بالطريقه دي سهله جدا على كلبي، ابقى استخدمت الحاجه الصحيحه مع كلبي. انتظروا مننا شغل جديد مع اوسكار كلب الجيرمان 7 شهور قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، ربنا يبارك فيه. هيجي شغل حراسه متقدمه اوسكار، هيجي شغل حراسه متقدمه وفي نفس الوقت اوامر القطاع المتقدمه باذن الله، يعني مش هنقصر. ها بوب بويز، طبعا زي ما انتم شايفين هو الكلب بيسمع الكلام بالنيابه عن تعامل اصحابه معاه، كلب ظريف جدا دمه شغال، ربنا يبارك لاصحابه فيه. فانتظروا له شغل جديد، انتظروا مننا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لنا فولو على صفحتنا على الانستجرام، وتفعلوا لنا الجرس بتاع قناتنا على اليوتيوب، وتشاركوا معانا. وطبعا انا بحبكم لانه انتوا اخواتي، انتوا اللي بتدعموني، ثقه في اللي نجاح وثقه فيكم نجاح. والسلام عليكم ورحمه الله.